المحاسبة. برشلونة وريال مدريد، والتاريخ يقول أن أسرع هدف تم تسجيله في الكلاسيكو كان في عام 1940 2-1 لريال مدريد لألونزو، والتاريخ يقول أيضا أن في عام 1988 2-0 لبرشلونة كاراسكو سجل هدف في الدقيقة الأولى. الآن الدقيقة الأولى تشهد معها هدف مبكر مثلا للفريق الزائر أو للفريق الملكي صاحب الضيافة. برشلونة في حالة هجوم، قد يأتي الهدف الأول. أوه التسديدة أتت في الدقيقة الأولى، أنت عدها عد عدها عد عند الدقيقة 26 أتت التسديدة الأولى من اللاعب اللي لديه الخبرة الكبيرة اللي هو شابي، اللي عنده هدفين في الكلاسيكو من 18 كلاسيكو خاضها اللاعب الكبير شابي. إذن برشلونة في الجهة اليمنى الدقيقة الأولى الآن ثمانية الثانية 48 هجوم لمصلحة ريال مدريد، وكرة تحول إلى الأمام. مثير الكلاسيكو راح يكون، مثير الكلاسيكو، كلاسيكو اللقب لبرشلونة، كلاسيكو الأمل بالعودة إلى فارق النقاط انتظارا للأربع مباريات المتبقية. اليوم غياب طبعا ميليتو، إصابة سابقة، غياب ماركيز، وعلى هذا الأساس بيكي حاضرا وبويول حاضرا في متوسط دفاع فريق برشلونة، بينما في حراسة المرمى فيكتور فالديز، دانيال ألفيز حاضرا، ممتاز رائع دانيال ألفيز في هذا الموسم، إريك أبيدال حاضرا، يايا توري حاضرا، شابي حاضرا، إنييستا حاضرا، ميسي حاضرا، إيتو حاضرا، تيري أنري حاضرا. وبالتالي هكذا يفعل غوارديولا. المباريات الكبيرة اللي يخوضها فريق برشلونة عادة ما يلعب 4-3-3، الثلاثي الرهيب إذن حاضر. يعني قبل أن تبدأ المباراة كان متوقع مشاركة سيدي كيتا، وبالتالي تصبح طريقة اللعب 4-4-2 بوجود واحد من الثلاثة مثلا إيتو أو ميسي أو تيري أنري. لكن عادة برشلونة ما أن يلعب أمام وفي المباريات الكبيرة 4-3-3، هي 4-3-3. على هذا الأساس نقول الأهداف واردة. هجوم للريال، وكرة تحولت واصطدت في المدافع، وبالتالي تحولت إلى أول ضربة ركنية في المباراة. روبن يتابع، روبن يطالب التشجيع والمؤازرة، بداية مثيرة للمباراة. كازياس كالعادة في المرمى، راموس حاضرا، ميتسيلدر حاضرا، كانابارو حاضرا، هاينز حاضرا، روبن حاضرا، دايارا حاضرا، جاغو حاضرا، البنات حاضرين، الشبان حاضرين، الكبار حاضرين في متابعة الضربة الركنية لمصلحة ريال مدريد. كرة تحولت ووصلت مباشرة بهذا الشكل التقدم إلى الأمام، انلعبت ولكنها تصطد، وبالتالي الكرة إلى خارج أرض. سريعة 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 المباراة، سريعة المباراة. الدقيقة الثالثة فيه محاولة لبرشلونة، ضربتين ركنيتين لمصلحة ريال مدريد، الضربة الركنية الثانية في المباراة. ريال يضغط ومهاجم هيغوين على تنفيذ الضربة الركنية، ولكن تصطد مباشرة من شافي. تصل إلى من؟ تصل إلى من؟ من يراقب من؟ المهمة المستحيلة على من؟ على ميسي، على المهمة المستحيلة لمراقبة ميسي من هيز الأرجنتيني. تحولت إلى الأمام مرة أخرى إلى شافي، نقلها ولكن سيرخيو راموس يبعد الكرة على أساس تصل إلى لاسانا ديارة. طبعا جاكو حاضرا، مارسيلو حاضرا، هيغوين الهداف حاضرا، عند 18 هدف متساويا مع راؤول اللي هو الآخر عنده 18 هدف في الليغا. الحكم السيد أونديانو مايانكو 35 سنة، هو أدار 2 كلاسيكو في تاريخه 2004 و2005 في برشلونة 3-0 لبرشلونة، 2006-2007 في برشلونة 3-3. بالتالي الرقم 3 حاضر، الدقيقة الثالثة حاضرة. والله عاد نشوف 3 أهداف لمن؟ 3-3 نشوف فيها جوال، فيها جوال. المباراة تستبعد يعني وجود الهدافين الكبار. الريال بمن حضر ببرشلونة بالثلاثي المرعب بمتصدر الهدافين 27 هدف سامويل إيتو، ميسي اللي عنده في هذا الموسم 17 هدف، وتيري إنري هو الآخر عنده 17 هدف. وبالتالي يعني عملية ان احنا نشوف اهداف، نشوف اهداف في هذا الكلاسيكو المثير. ريال مدريد يستضيف برشلونة بعد ان خسر في الكلاسيكو الاول، ولكن هناك ظروف مغايرة، هناك
أتت يعني يوم ما كان بين شوستر تولى المهمة خوان دي راموس ذهب بالفريق إلى برشلونة تلقى الخسارة هناك، وبالتالي أتت الهدفين يعني متأخرين، أولا بواسطة ميسي وثانيا بواسطة تيري أنري، والاثنين حاضرين في هذه المباراة في الكلاسيكو القديم بالكرة اللي تحولت إلى الأمام. ولكن أعتقد أن فيه راية، أعتقد أن فيه راية أمامك صامويل إيتو اللاعب الذي لعب ثلاث مباريات سابقة لريال مدريد، وبالتالي هنا يأتي صامويل إيتو اللي عنده سبع مباريات خاضها في الكلاسيكو وعنده أربعة أهداف، هو متصدر قائمة الهدافين. هنا الكبار الصغار الأطفال يوم احتفالي في حفلة الكرة الأسبانية في الكلاسيكو كما ذكرت، الذي كان قد بدأ بالضبط يوم 13 مايو من عام 1902. الكلاسيكو ومباريات الكلاسيكو تلعب على مدى 107 سنوات كانت البداية، الآن نصل إلى هذا الكلاسيكو اللي أمامنا، مباريات متنوعة مختلفة على مختلف الجبهات، في الليغا، في الكوبا ديري، في مختلف البطولات الأوروبية، المباريات الودية التي جمعت الفريقين الكاريبيرين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة. كرة تحولت توري، يا توري، اللاعب الذي لعب ثلاث مرات في الكلاسيكو يا توري، تحولت إلى الأمام والخطورة حاضرة، وبرشلونة هاجم وميسي يتقدم، نقلها إلى صامويل إيتو، يسدد صامويل إيتو، ولكن من اللي حاضر؟ حاضر إيكر كازياس وحاضر غوارديولا. غوارديولا 38 سنة لعب 20 كلاسيكو مع فريق برشلونة، لكن فاز في 8 تعادل في 7 خسر 5 مباريات كلاعب خط وسط فريق برشلونة، ولكن يوم ما لعب غوارديولا كلاعب هنا في سان دييغو برنابو حقق الفوز على ريال مدريد في مناسبة واحدة فقط، كانافارو. الحديث عن عودته الى 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 يوفنتوس في ايطاليا ممكن في الموسم القادم، بيبي طبعا غائبا عن فريق ريال مدريد إضافة إلى الغيابات السابقة الحاضرة في فريق ريال مدريد، وإن كان الرجل خوان دي راموس بالتشكيلة وبالرغم من الإصابات يحقق الانتصار تلو الانتصار، عد هو الليلة ذكرى هنا راؤول، ولكن قبل ذلك أيضا أتت صافرة حكم المباراة، وبالتالي إلى خطأ لمصلحة شوف فيكتور بالدز، الأخطاء ممنوعة، الهدايا ممنوعة، قد تأتي الهدية، قد يأتي الخطأ، قد تأتي الهفوة ومعها مثلا يأتي الهدف الأول. ما في أهداف للحين، 7-8 دقائق، لكن ننتظر الأهداف إما لريال مدريد صاحب الضيافة أما لبرشلونة. كرة تحولت، الباص الطويل وصلت إلى إيكر كازياس، راموس يقود محاولة أخرى لمصلحة ريال مدريد، لسانا ديارا، راموس يتقدم ويندفع وراح يشوفه يتقدم إلى الأمام، لعب كرة لافة خلاص انتهت ووصلت في الأخير إلى خارج أرض الملعب، عاد هي 4-4-2 ريال مدريد. في بعض الأحيان كما لاحظت معي في اللقطة السابقة طبعا الاثنين اللي هم راؤول وهوغوين، ويتقدم في بعض الأوقات للمؤازرة أكيد، يعني يتقدم مارسيلو المتألق اللي أهداف في الليغا، واللاعب الذي يلعب الكلاسيكو الثاني له اللاعب الشاب البرازيلي المتألق حبيب خوان دي راموس، كرة يخطفها هيغوين ولكن أيضا إلى صافرة وبالتالي إلى خطأ. حكم المباراة سيد أونديانو مايانكو إذن يقوم بتحكيم الكلاسيكو الثالث له في تاريخه، 3-0 لبرشلونة، 3-3 كلها في برشلونة، الكلاسيكو الأول له إذن في العاصمة مدريد، واليوم في مدريد الكل يترقب، في مدريد، في أسبانيا، في العالم أجمع يترقب هذا الكلاسيكو ويترقب النتيجة النهائية لهذه المباراة. الطقس اليوم يساعد أيضا الأنصار، المشجعين، اللاعبين، لأن اليوم كان يوم مشمس، حتى درجة الحرارة في بعض الأوقات في الظهر مثلا وصلت إلى 24 درجة مئوية نزلت، يعني المباراة بدأت قبل قليل عند الساعة 8 بالتوقيت المحلي في مدريد، نزلت الآن حوالي 12 أو أقل من ذلك أو أكثر، يعني طقس مناسب جدا لإقامة المباراة. سيرخيو راموس 7 كلاسيكو وعنده هدف واحد في الكلاسيكو وعنده 3 أهداف في الليغا لغاية الآن، إلى فرناندو غاغو، رابع كلاسيكو لفرناندو غاغو، والإحصائيات
والإحصائيات تقول أن الليغا أن الدوري الأسباني يشهد يعني تسجيل نسبة عالية من الأهداف، يتفوق على الدوريات الأوروبية كلها، يقترب أو تقترب كل مباراة أن تشهد تسجيل 3 أهداف. بينية إلى الأمام سريعة وقطيرة، يتقدم هيغوين والمؤازرة أيضا حاضرة، وبالتالي المتابعة حاضرة من بيكي اللاعب الدولي الأسباني اللي خوض الكلاسيكو الأول له أمام ريال مدريد. لاحظ هنا التغطية حاضرة على هيغوين، الاثنين ممتازين الاثنين، سواء الأرجنتيني المهاجم هيغوين أو المدافع بيكي. وصلت مرة أخرى، التاريخ يقول أن يعني الأسبان وفي الليغا الأسبانية حطون الأفضلية على الدوريات الأوروبية، حوالي 3 أهداف في كل مباراة نشوفها من المباريات التي تلعب. وأيضا المحاولة أيضا لمصلحة برشلونة تحولت ووصلت إلى شافي. لاحظ العمل الكل الفريق ككتلة واحدة يعمل، تحولت مرة أخرى لمصلحة ليو ميسي، مرة أخرى إلى انيستا، يعتبرها البعض واحد من أحسن لاعبي كرة القدم في العالم في الوقت الحالي انيستا، مع ميسي طبعا، مع رونالدو طبعا، مع كاكا طبعا. ميسي تقدم وزلق في يوم ما يصير في درب الزلق مثلا، او يزلق او يتقدم، هو يعني لاحظ 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 هو تمالك نفسه، شاب يعني لا زال بسن 21 سنة، 21 هدف، يخطف الاضواء، كل الاضواء ليو ميسي، تنتظره الجماهير. وان كان لديه تصريح باننا والله نفوز على الفوز على تشيلسي اهم من الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو، البعض يعني او هو يعتبر ذلك، يعني في برشلونة يفكرون والله لو خسرنا الكلاسيكو راح تظل نقطة واحدة، وريال مدريد عنده مباريات قوية وفي غاية الأهمية وفي خارج أرض الأربع مباريات المتبقية، مبارياتنا أسهل، لكن الفوز على تشيلسي هو الأهم، لأن الفوز على تشيلسي في لندن يؤهل برشلونة إلى المباراة النهائية. وإن كانت التصريحات أتت، تدخل مايكل بالك وقال بالحرف الواحد أن برشلونة ممكن يخسر كل شيء، يخسر البطولات الثلاث، كازياس الخطأ ممنوع، كازياس الخطأ ممنوع، المرمى فاضي، لكن في خطأ، الحكم صح الأولى ما فيه شيء، الثانية أتت الإعاقة من ليو ميسي، وبالتالي الخطأ يحدث على إيكر كازياس. 16 اليوم الكلاسيكو رقم 17 للكبير إيكر كازياس، كرة ما كان فيه شيء، خرج كازياس، لكن لاحظ شلون لعبها، سقط الآن، والآن عاق طبعا ليو ميسي، الخطأ واضح وصريح، وبالتالي إلى ضربة حرة لمصلحة ريال مدريد. سقط ميسي، والخطورة من ميسي، الخطورة من تيرياري، الخطورة من سامويل إيتو، والخطورة هنا من راؤول ومن هيغوين ومن مارسيلو ومن فرناندو جاغو. وإن كان فرناندو جاغو لعب 3 مرات في الكلاسيكو ولم يسجل أي هدف، إريك أبيدال ولا هدف في أي دوري من الدوريات، لازال إريك أبيدال الدولي الفرنسي اللاعب الذي لعب 3 مرات في الكلاسيكو وكما ذكرت في كل الدوريات التي لعبها لم يسجل أي هدف. شافي اليوم مباراة رقم 316، شافي سريعة إلى الأمام، التسلل حاضر، ووصلت الكرة بالتالي إلى حارس المرمى إيكر كازياس. لكن الإحصائيات أيضا تقول إن الوقت المفضل لريال مدريد للتسجيل من الدقيقة 30 وحتى الدقيقة 45، ما جات الدقيقة 30، هذا ما حدث في السابق وليس الآن، احنا الآن في الدقيقة 14 على الشوط الأول، لكن مدريد فعلها قبل ذلك، ومدريد يحاول في هذه